كله بسببك يا فوزي الزفت. هذا احنا عاد رجع الموضوع كله فوقي. او انا الذي قلت لي يهرب؟ لا ما قلت لي يهرب، بس انت سمعت كلام ما يعجبش. ابي كذب على حبيب وقال له ان اهل مسافرين طرحوا عندنا لما يرجعوا من السفر، والولد عايش في بيتنا على امل ان اهله بيرجعوا من السفر ويشلوه يا فوزي. وان جاي تقول له ابو مجالس تبكبك عليك مثل النسوان، والله لو كلمت بي بنفس الكلام هذا فات الكلاب الان تاكل من جثتك. الوالد قدو كبير قدو عاقل وفاهم وقال ان احنا خطفنا. انت لي ما خرجت من عندي مهانه من البيت الا بعد ما ضربت ثلاثه عرض وجد لو ما تدوخ. حبيب شاف وجهك يا فوزي؟ ايوه. مش ابي كلمنا ان الولد ما يشوف وجهنا ولا لا؟ الآن أنا عرفت ليش الولد هرب، كله بسبب غبائك يا فوزي الزفت. ليش؟ كيف ليش؟ الولد هرب لما شاف وجهك، ولو كلمت بأن الولد شاف وجهك كان قتلك. لا تكبرش الموضوع فوزي. يا فوزي أنت عقلك أحياناً يرجع قفل غثيمي. حبيب سأل بي، أنت مركز معي ولا لا؟ أيوة مركز. كذب. لا حبيب سأل بي قال له أنا مخطوف، قال له كنت مخطوف من عصابة وأبوك انقذك وطرحك عندنا لما يرجع من السفر، والولد لما شاف وجهك اليوم عرف أنه كل كلام بي كان كذب فهرب الولد علينا. فهمت ولا لا يا قفل؟ أيوة. المشكلة لو كلمت بي كان بيقتلني قبل ما يقتلك، ما كان بيش داعي ان انا امر لك واشيل لك معي اصلا. الله المستعان، الله المستعان يا شبح. تفضل الجهل هذا علي، لكن ولا يهمك، ولا يهمك الا اخطف لابوك عشر يتجهل بدل الدبجي هذا. ما بينسيني غبائك الا كلامك الحالي هذا. المهم اعمل حسابك من اليوم شرقد عندهم. ايوه شرقد عندك في البيت. لما نحصل حبيب. لان بهذه المره كلامه جد، ولو ما نحصلش حبيب شاكتني انا وانت. ابشر بعزك يا شبح، البيت بيتك انا فوق راسي. بعد لا تنساش ان البيت هذا من خيرك وخير ابوك. ردي يا غياث.